أنا جيت لك النهاردة علشان الدين. دين؟ دين إيه؟ أنت جاي ترمي بلاويك عليا ولا إيه؟ أصبر عليا بس، أصبر عليا يا عامر، ده دين ليك عندي. آه، إذا كان كده ممكن، بس أنا عمري ما سلفت حد حاجة. بس أنت أنقذت حياتي، رفعت عني الظلم بشهادتك يوم المحكمة. آه، هو أنت اللي كنت متهم في القضية؟ معقولة؟ معقولة ما شفتنيش يوم المحكمة؟ معلش ما تأخذنيش، أصل اليوم ده كان يعلم بيه ربنا، كانت عيني مزغللة ومش فاهم أي حاجة. بس أنت عرفت بيتي إزاي؟ أنا رحت لك الشغل، وعرفت إن أنت ما رحتش الشغل من يوم القضية. أروح شغل ليه؟ رحت ولا ما رحتش كلها محصلة بعضها. بصراحة أنا جاي لك في شغل. شغل إيه تاني؟ أروح أشهد على واحد ولا إيه؟ أنا عندي مزرعة صغيرة ورثتها عن أبويا الله يرحمه، وبصراحة مش فاضي أديرها، والفلاحين يا عامر يا اخويا نهبوني. ايه رايك ما تمسكها لي انا؟ طبعا، وفي امل منك، كفايه اللي انت عملته معايا، وانا سمعت ان انت بتفهم في الزراعه كويس. وخلي بالك لو الشغل عال العال والمحصول صح انا هديك نسبه واعتبرك شريكي في الارباح. انت بتتكلم جد يا سيدي؟ ادي 3000 جنيه عربون من تحت حساب نسبتك. وعربون كمان؟ أنا أكيد بحلم يا عامر، دي حقيقة. أنت راجل أصيل، الأصيل اللي زيك عمره ما يكون جزاته البهدلة والمهانة. الحمد لله. بس بقولك إيه، قبل ما تخرج من الباب ده نمضي عقد على الكلام ده. يا سيدي أدي العقد أهو وإمضيت عليه. إمضي أنت بقى، اتفضل. بس أطلب منك طلب. تحت أمرك. مش عاوزين نبقى نزرع المزرعة بطيخ. امضي يا عامر امضي. صباح الخير. ايه اللي مصحيكي بدري يعني مش عوايدك؟ اهو قلت ابتدي اليوم من اوله عشان الكسل اللي انا فيه ده. وناوي على ايه النهارده؟ ابدا، هنزل اعمل شوبينج وبعدين اعدي على بابا وماما اشوفهم عشان وحشوني قوي. مفيش داعي. هو ايه اللي مفيش داعي؟ يعني مفيش داعي لبابا وماما النهارده، عايزك تقعدي في البيت، انت تعبانه، مش يمكن وانت بره التعب يهل عليكي. تعبانه ايه يا سيف؟ دول كانوا شويه كسل وراحوا لحالهم، وبعدين انا مخنوقه عايزه اتهوى. تتهوي يعني تتهوي معايا مع جوزك، يعني رجل على رجلك، غير كده مرفوض. وبعدين لو عايزه اي حاجه يا دوب العسكري هيوصلني لحد الشغل ويبقى موجود هنا بره باب الشقه. اطلبي مني كل اللي انت عايزاه. ايه؟ انت حابسني ولا ايه؟ حبيبتي انا خايف عليكي، مش عايز مجازفه لحد ما نشوف دكتور يحدد لي حالتك الصحيه. انت عايز تتعبني بالعافيه؟ سهام انا اللي شايفك، انت مش شايفه نفسك. انت ليه عايزني طرشه وعاميه وخرصه؟ ليه مصر تلعبني على اني حته شطرنج عمال تلعبها يمين وشمال زي ما انت عايز؟ انا اكتر واحد في الدنيا دي عارف مصلحتك، وكلام في الموضوع ده تاني انا مش عايز. شلون شعرك حلو قوي؟ بقاله سنتين يا سيف. انا عايز اكون مسقعه. اه يا علي انت تاني؟ عايز ايه يا كريم؟ بجد المره دي عايزك في موضوع سيريس قوي وما يخصنيش انا. يخص مين؟
يخص ادم. ادم انت تعرف حاجه عنه؟ بصراحه اه. كريم انت كذاب، واكيد دي حركه من حركاتك البايخه. ليه بس؟ عشان انت مستحيل تثق فيا في موضوع مهم زي ده بسهوله. بالعكس بقى، انا بثق فيكي جدا عشان انت فعلا انسانه محترمه وعندك رساله، وما اعتقدش ابدا ان انت هتقبلي بظلم انسان. انت عايز مني ايه بالظبط؟ بصراحه هو ادم كان عايز يطمن على والدته. وانا مالي ومال موضوع زي ده؟ يعني اصل انا صاحبه قوي واكيد متراقب، وهم كمان اكيد متراقبين، لكن انت ما اعتقدش ان حد ممكن يراقبك عشان انت صحفيه يعني، ما حولكيش شبهات. انت عايزني اروح لهم ليه؟ بصي عايزك تكلميني على الرقم ده، اوكي؟ اول ما تكلميني انا هعمل كونفرنس بيننا وبينك عشان ادم يعرف يكلم والدته. طب وليه يعني ما تديني رقم وانا اكلمه عليه على طول؟ ولا انت مش مأمني؟ لا خالص يعني، بس هي دي رغبه ادم. وبعدين يعني خلاص لو انت مش عايزه انا اسف يعني، اعتبريني ما قلتش حاجه. بالعكس انا مبسوطه انك وثقت فيا، ولا يمكن اخذلك انت او ادم. واعتبر يا سيدي ان سركم في بير غويط. متشكر قوي يا علي. بصي بقى ده العنوان عشان ما تتوهيش. ماشي؟ ألف سلامة عليك يابا. إن شاء الله عدوينك يا حاج أمين. أنتوا إيه اللي جابكم؟ عايزنا نعرف إنك تعبان يابا وما نجيش نسأل عنك. يا ريتني كنت مت وارتحت. أوعى تقول كده يابا، بعد الشر عليك، إحنا مالناش غيرك. على الأقل كنت ارتحت. من مرات خسارة أصعب خسارة إن الإنسان يحس إن صورته اتهزت في نظر اللي بيحبهم، وإن سبب لهم فعار هيلاحقهم طول العمر. سامحوني سامحوني. ما تقولش كده يابا، ما ياما ناس كتير بتغلط. المكان ده مش من مقامكم. طالما انت فيه يبقى مقامه عالي يا بابا. كفايه ان انت عملت كل ده علشان كان نفسي انها تعدي على خير وربنا يسترها وما نفترقش. مقدر ومكتوب يا عم امين. وبعدين يعني الايام بتجري بسرعه، بكره تخرج لنا بالف سلام ويتلم شملنا زي الاول. ما افتكرش ما افتكرش. طمنوني على ادم، عرفتوا عنه حاجه؟ ما نعرفش عنه حاجه يابا، بس ان شاء الله خير. حبيبي حبيبي يا ابني. وامك عامله ايه؟ امي تعبانه يابا، السكر والضغط عليه عليها، هو ده اللي منحني تيجي تطمن عليك. ربنا يكون في عونك. أمكم دي جبل يا بنات، استحملت كتير، صبرة صبرة معايا بقى كتير. يا عالم يا عالم هتستحملي تاني يا رب.